اهلا بحضراتكم من جديد. من شويه يعني زميلتي رشا كانت بتتكلم عن وجود الشبوره وان احنا لسه بنعاني منها. عايزين نطمن اكتر، نعرف حاله الطقس هتبقى عامله ازاي في الفتره اللي جايه. معانا الدكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور ايمان، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذ محمد، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح الخير. طبعا يعني كلنا حاسين وشايفين يعني من الصبح ملامحها بتبقى من اليوم اللي قبلها بالليل، انه الشبوره ما زالت لسه موجوده معانا. النهارده كانت موجوده بكثافه، ودرجات الحراره بالليل ابتدت ان هي يعني تزيد اكتر في البروده. هل ده يعني خلاص بدايه يعني نزول درجات الحراره، والمشهد هيبقى عامل ازاي في الفتره اللي جايه؟ هو طبعا فعلا الشبوره المائيه الكثيفه اللي بتوصل لحد الضباب هي الظاهره المؤثره خلال هذه الفتره. بقى لنا اكثر من اسبوعين في شبوره كثيفه وبتوصل للضباب، بتنعدم الرؤيه الافقيه احيانا على بعض الطرق، واحيانا بتوصل لاقل من 100 متر على بعض الطرق. وفي طبعا تنسيق تام ما بين الهيئه العامه للارصاد الجويه والاداره العامه للمرور، وايضا غرفه عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيتم ارسال التحذيرات الجويه بالشبوره المائيه. وطبعا الاداره العامه للمرور بتتابع كويس جدا الطرق اللي بيكون عليها شبوره كثيفه او ضباب، بحيث ان نتجنب المواطنين اي حوادث لا قدر الله. فطبعا احنا بننصح كل الساده المشاهدين لو ما فيش حاجه ضروريه يفضل عدم السفر على الطرق في الفتره من بعد الفجر وحتى العاشره صباحا. الشبوره بتبدا من الساعات يعني من ساعات بالليل، من الساعه 12 بالليل او 1 صباحا بتبدا الشبوره تنزل على الطرق، لكن بتزيد كثافتها في الفتره اللي بعد الفجر وحتى العاشره صباحا. فيفضل تجنب السفر خلال هذه الفتره لو ما عندناش حاجه ضروريه. طبعا لو احنا مضطرين للخروج والسفر تبقى القياده بهدوء تماما، الكشافات الخاصه بالشبوره نكون متاكدين من سلامتها، المفتاحات طبعا، وطبعا القياده تكون هاديه تماما، ويكون في مسافات فاصله ما بين السيارات، ويفضل ان احنا نضاعف المسافات لان احنا ما بنبقاش شايفين كويس السيارات اللي امامنا. طبعا فيما عدا ذلك الجو بيعتبر مستقر تماما على مدار يعني 3 أسابيع فاتت، ولسه مستمر معانا الاستقرار في الاحوال الجويه حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من 2 لـ3 درجات، هتوصل ان شاء الله معانا يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ما بين 25 و26 درجه، فهتكون اعلى من المعدل فعلا. لكن مع نهايه الاسبوع هنبدا نشهد انخفاض في درجات الحراره وتعود للمعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام. وطبعا في بدايه من النهارده وبكره فرص امطار على حلايب وشلاتين، لكن يوم الاربعاء هتبدا تشهد السواحل الشماليه مره اخرى امطار، وطبعا يوم الخميس هتكون امطار على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري. فيعني مع نهايه الاسبوع بعد الاستقرار الطويل في الاحوال الجويه هنبدا نشهد الى حد ما تقلبات جويه، وطبعا هنعلنها مع حضراتكم اول باول بالتفصيل. طيب يعني هي فيما يخص الشبوره هي لسه مكمله معانا شويه. مكملة معانا إن شاء الله حتى يوم الثلاثاء، بداية من الأربعاء هتخف حدة الشبورة، يعني هتكون شبورة مائية عادية ما فيهاش كثافة أو ما فيهاش ضباب زي اللي احنا شاهدناه الأيام الماضية إن شاء الله. يعني احنا بنتمنى بإذن الله السلامة لكل قائد السيارات، لأنه حضرتك يعني ذكرتي إنه ما زال الموضوع صعب، فبالتالي احنا بنأكد إنه نتبع إجراءات السلامة واحنا راكبين سياراتنا الصبح. لو ناخد من حضرتك عرض كده عن يعني درجات الحرارة المتوقعة في أنحاء الجمهورية، بحيث إنه اللي بره القاهرة اللي بره الجيزة. يعني بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه النهارده وبكره ان شاء الله، السواحل الشماليه من 21 22 درجه، مدن القاهره والوجه البحري بتتراوح من 22 23، مدن شمال الصعيد المائيه الفيوم اسيوط من 24 25، وجنوب الصعيد هنا والاقصر واسوان وخليج شلاتين بتتراوح من 28 29 درجه. وطبعا هترتفع درجات الحراره يوم الثلاث والاربع وتوصل على القاهره ما بين 25 و26 درجه مئويه. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يعني لسه